بسم الله، هنشوف النهاردة إن شاء الله مع بعض برنامج الانكسكيب. ده برنامج مفتوح المصدر، بيرسم حاجات فيكتور من ابليكيشن او من قائمة ستارت. هتفتح البرنامج، تمام؟ برنامج مجاني ومفتوح المصدر وفيه امكانيات رهيبة جدا، وتقدر ترسم حاجات احترافية بيه. والواجهة سواء في الويندوز او في اللينكس هي نفس الواجهة. بتلاقي هنا اشكال بتبدأ تشتغل عليها. نعمل حاجة بسيطة دلوقتي، مثلا يعني هقول له مثلا انا عايز ارسم وليكن مثلا نجمة. تبدأ تشوف النجمة دي انت عايزها قد ايه، او شكله مضلع، نجمة مثلا اهيت، ماشي اهي، وشكله مضلع اهيت. طيب نرسم حاجة كمان، ده بس ايه كمجرد مثال، تمام؟ لو انا عملت سيلكت ليهم هما الاثنين، ممكن اقول له من باص هنا اقول له انا عايز يونيون، خلي لي الاثنين دول شكل واحد فيظهروا معايا بالشكل دوت، والمقاومة دي ابدا اتحكم فيها بالشكل دوت، تمام؟ هعمل تراجع. ممكن اقول له لا، انا مش عايز اعمل يونيون، انا عايز ديفرنس، فهيقص لي الشكل التاني مش الشكل دوت. النجمة بقى في جزء ناقص اللي هو الجزء المضلع اللي كان موجود هنا. ممكن اقول له لا، انا عايز العكس، انا عايز الجزء المشترك بينهم مثلا، فجيب لي كده الشكل المشترك بينهم. فبتلاقي ان هو سهل التعامل معاه. اقول له انا عايز مثلا هات لي الغي لي الجزء المشترك بينهم وسيب لي الجزئين الباقيين، بيظهر معايا بالشكل دوت. اقول له انا عايز ديفيجن، ايه ديفيجن، اذا معايا بالشكل دوت. ممكن اقول له لا، ده انا عايز بس الكات باص، اجيب لي الباص بس، تمام؟ فزي ما احنا شايفين هو برنامج سهل وبسيط وممكن بسهوله تعدل فيه، تمام؟ اهوت. ممكن هو هنا بيديني مقابض ان انا احركها زي ما انا عايز بالطريقه ديت. ممكن اقول له انا عايز افقي، عايز راسي، ممكن اروح دايس مره كمان فيديني ان انا اعمل له الفه، او ممكن النقطة المركز مثلا اجيبها هنا بحيث الف حول نقطة المركز بالشكل دوت. وهو ان شاء الله برنامج سهل ولذيذ وممتع، وبيديني ادوات سهلة جدا ولذيذة زي ما اشوف ان شاء الله في الدروس القادمة. وهتلاقي كلها يعني مسلية كأنها لعبة، في نفس الوقت بيعمل حاجات احترافية. يعني انا اشتغلت عليه وطلعت بيه حاجات الحمد لله طبعت، وحاجات كان شغل احترافي الحمد لله.